أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: علمت أو قرأت أحاديث كثيرة عن ساعة الإجابة من يوم الجمعة، وأصح هذه الأحاديث قولان. سؤالي: هل إذا جلست في المسجد من طلوع الفجر إلى المغرب لتحريها فيه شيء؟ جزاكم الله خيرا. هذا طيب، إذا جلست في المسجد كل اليوم فتحراها أصبتها بإذن الله، هي لا تخرج عن يوم الجمعة، لا تخرج عن يوم الجمعة، كالذي يقوم ليالي رمضان كلها صادف ليلة القدر بلا شك. نعم.